يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. إزي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. عندي سؤالين يا شيخ. نعم؟ ما رأيك؟ كيف حالك؟ أحسن من إزاي حضرتك؟ لو نظرت في الكتاب العزيز والسنة ما وجدت أبدا إزاي حضرتك، لكن ستجد في السنة كثيرا: كيف حال أخي سعد بن عبادة؟ كيف حال أخي فلان؟ عذرا، تفضل سؤالين يا شيخ مصطفى. سل. أول سؤال حضرتك، في واحد سأل حضرتك في مرة عن إن واحد مثلا أنا بره وقلت لواحد كونسنترال اتصلت عليه قلت له حول لي 200 جنيه فودافون كاش ولما أرجع أبدلهم لك. هذه ليست بيعا، لو كانت بيعا لمنعت، إنه لا يجوز بيع العملة إلا يدا بيد، لكن هذه داخلة في المعاونة على البر والتقوى. لا حضرتك اسمعني من الاخر حضرتك مع شيخ. اتفضل. بص حضرتك دلوقتي انت قلت له انا معايا 200 جنيه قلت له حول لي 200 جنيه انا بره معيش فلوس وحول لي 200 جنيه لحد ما ارجع. فانا لما جيت ارجع له 200 جنيه في اللي هي الخدمه اللي هي المكسب بتاعه فيها مثلا 200 عليها 5 جنيه بياخد 205. فانت في واحد سال حضرتك على نفس السؤال قلت له الجار جار نفعه لا يجوز. لا، لما تجعلها عادة مستمرة، لكن إذا كانت مرة عابرة فتكون كإقالة العصرة، ليست بيعا. تمام. سؤال تاني، تفضل. ايه الفرق بين الصدقة والصدقة الجارية؟ وهل يجوز مثلا لو في حد عندنا توفى وكان عندنا كولتير عاملينه لله، هل يجوز نقل النية مثلا اللي هو على روح اللي هي توفى؟ الصدقة العادية تتصدق بطعام، تتصدق بشراب، شيء يؤكل وينتهي. لكن صدقة جارية أجرها دائم، كل دير كما تفضلت مبرد مية يستمر الشرب منه، مسجد من المساجد، مصحف يقرأ فيه، فدائما يستعمل. السلام عليكم. هذا. وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الله يا شيخ. وإياك، تفضل. لدي عايز اعرف حاجه، احد الاخوه يعني كان على طلاق وتاب الله عليه، وقع بالفحشه مع امراه متزوجه، ايوه، وقع على زوجها وبعد طلاقها وانقضاء عدتها تاب الى الله توبه نصوحه ثم تزوجها، فما صحه هذا الزواج؟ يعني رجل عياذا بالله زنى بامرأة ثم تزوجها بعد ذلك. نعم، كانت امرأة متزوجة وخبطها على زوجها وبعد طلاقها وانقضاء عدتها تاباهما الاثنين توبة نصوحة إلى الله سبحانه وتعالى ومن ثم تزوجها زواج شرعي، فما صحت؟ الزواج صحيح، واسم ما سبق وأمر ما سبق موكول إلى الله، يفعل ما يشاء. شكرا لحضرتك. الله يسلمك. حسن، هذا مهدي. السلام عليكم. يقول هنا انه انترنت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف حالك شيخ؟
الحمد لله. لو سمحت، موضوع يعني شراء الشقق دلوقتي بالتقسيط، يعني حاليا حضرتك عارف يعني الغلاء اللي احنا فيه واسعار الشقق وصلت لكام، فحته الكاش او النقدي الموضوع صعب جدا. ففي هل يعني المضطر جامد لشقه او كده ان هو يدخل في حاجه زي كده ولا؟ على كل حال المضطر له رخصه، قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. تمام. قالت يعني يا شيخنا، لان الواحد يكون محتاج سكن ان هو يعيش فيه مع اسرته وكده، ان هو هيضطر ان هو أنت يعني أبصر. يتعامل، هيكون بس العقد فيه اللي هو الشرط اللي كنت سألت حضرتك عليه قبل كده، اللي هو لازم لو في تأخير في سداد الاقساط او حاجة بيكون في غرامة او حاجة زي كده يعني. لا تدخل أشياء في أشياء. أنت سألت عن أصل شراء شقة من شقق الإسكان. شقق الإسكان العقود فيها شروط ربوية جميل. في أصلها. في شيء آخر، هب أنني أبرمت عقدا ليست فيه شروط ربوية لكن فيه شرط تعزيري، إذا تأخرت ستحصل غرامة كذا وكذا. في هذه الحالة إذا كنت سأسدد في الحال سأعتبره شرطا معطلا. بارك الله فيك. بالضبط. تمام. طيب شكرا. الله يسلمك. حديث: ليس أحد في الجنة إلا له كنية إلا آدم يكنى أبا محمد، لا يصح ولا نعلم له أصلا ثابتا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. الله يكرمك. بقول لحضرتك، رأي حضرتك في الراجل اللي طلع يخرف ده، اللي بيقال اسمه صلاح الدين التيجاني ده، عايزين حضرتك يعني تحذر منه. ما أعرفه ولا عمري سمعته، لكن هذه فرقة تيجانية، فرقة شردة عن الكتاب والسنة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. حسن يتكلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ مصطفى، نعم. عندي سؤال ممكن أسأل؟ ماشي، تفضل. عبد الرحمن الموسوم بالكتاب والسنة يقول: توجد تعليقات من قبل الدواعش في التليجرام. تفضل. كان في أوضة في الشغل عندنا يا شيخنا كانت عبارة عن حمام، بس احنا قعدنا استخدامها في ان احنا قفلنا الحمامات ديت وبدأنا في استخدامها استخدام شخصي في تغيير الملابس والمكوث فيها، ان احنا قعدنا فيها وكلنا وكده. الصلاة فيها وقراءة القرآن جائزة أم لا؟ عفوا، قاعد. الصلاة فيها جائزة أم لا؟ معذرة، قاعد السؤال. كان في حمام عمومي في الشغل عندنا نعم. واحنا قعدنا استخدامه في ان احنا قفلنا الحمامات ديت وبدأنا استخدامه استخدام شخصي، ان احنا نغير في الملابس وناكل فيه. هل الصلاة وقراءة القرآن جائزة في المكان هذا؟ اسرة الصلاة وقراءة القرآن بالحمام اللي كان خاص، عام جعلته خاصا، ما الصلة؟ يعني ما صلة الصلاة وتلاوة القرآن في مكان، المكان كان فيه حمام عام جعلته خاصا؟ دي مسألة أخرى شرعية. هل يجوز تحويل الحمام العام إلى حمام خاص بشخصي؟ لا يجوز. هو ما لكن بقاش حمام خاص، هو بقى زي الحجرة العادية، حجرة تغيير ملابس. طب حمام عام تبع الدولة يعني ولا تبع ايه؟ مش تبع فاهم. الدولة. استحولتم انتم علي يعني ارض مغصوبة، مش مغصوبة، هي هم دي مغصوبة. حولوها عشان ما كانش في مكان لها. ما هي اسمها مغصوبة، ارض مغصوبة. تمام. انت تقول هذا الحمام حمام عام للناس كلهم، جئت انت او شركتك ضممتوها اليكم وحولتوها الى غرفة لخلع الملابس شخصية لكم، تمام. اغتصبت أرض الدولة. فإذا اغتصبتما، الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة صحيحة والإثم على من اغتصب.
هل يجوز تسمية للأم تسمية الولد إن لم يكره الأب ذلك؟ خلاص يا محمد حجاج، إن لم يكره الأب ذلك سمته الأم، إيه المشكلة؟ لما تفتح المشكلة يا محمود حجاج؟ يقول جاد الرب: كنت أمسح على الجوارب في صلوات ماضية، الأقضي لا تقضي، لأن المسح على الجوارب من المسائل المختلف فيها بين العلماء. ما صحة حديث إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب؟ في الجملة له شواهد يحسن بها. هل يجوز غلق العين أثناء الصلاة لأن ذلك يجعلني في خشوع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخشع منك، ولم يرد عنه أنه يغمض العينين في الصلاة، بل الوارد مفاده أنه كان مفتح العينين. قال النبي: يا عائشة أميطي عني قرامك هذا، فلم تزل تصاويره تعرض لي في صلاتي. قال النبي: وقد صلى في خميصة لها أعلام، اذهبوا بقميصي هذا وأتوني بأنباجنية أبي جهم، فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. يا شيخ مصطفى. مالك تفضل. فضلك الله. امرأة حصلت على مبلغ في شارع الهرم. مبلغ كم؟ 5000 جنيه. تعرفه سنة. في شارع الهرم لقيته طاير على الأرض. طاير 5000 جنيه طاير على الأرض، تعرفه سنة. إن جاء صاحبه وإلا استمتعت به بعد السنة. تمام. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله طيب. الشيخ مصطفى، ممكن أسألك سؤال؟ ممكن. الإقامة بأوروبا حلال ولا حرام؟ إذا كنت تقيم دينك، تحافظ على دينك وإيمانك، حلال. إذا كنت لن تحافظ، الحمد لله نقيم الجمعة والجماعات، الحمد لله نقيمها هون. خلاص، أنا الجمعة والجماعات فضلا عن سير دينك لا بأس. أما حديث، اصبر، حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى ناراهما، لا تتراءى ناراهما، فحديث معلول لا يثبت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. الشيخ علي مسح القول بأن ربنا ممكن يغفر للكافر وإن يخلف الوعد حسن. مات على الشرك. أيوه. مات على الشرك. أيوه. اسمع الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي يموت على الشرك لا يغفر له. وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك الشيخ مصطفى. الحمد لله. أنا سمعت أنا في دولة أجنبية والجو بيبقى برد شوية يعني، فشركة الطاقة كانت عليا إن أنا ممكن أدفع، بدل ما أدفع في الصيف المبلغ اللي بستهلكه في الشتاء مبلغ تاني، ممكن أدفع مبلغ ثابت طول السنة. يعني عفوا، اشتراك ثابت طول السنة؟ يعني اشتراك شهري 100 جنيه مثلا أو 100 دولار شهريا للكهرباء بصفة عامة؟ وضح سؤالك. السلام عليكم. كتاب ابن منده يا مصطفى لا بأس به في الجملة. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اخد بعض الوقت في بيت عمه؟ نعم. ممكن اسالك شوية أحاديث؟ شوية أحاديث؟ 15 حديث بالضبط، وفيها غيبة عامة إن شاء الله. بس تحسن اللفظ شوية، مش في اللغة الشرعية وفي لغة سوقية. يعني قلقان شوية بس عشان بحبك شوية. نعم. عشان بحبك بس متوتر شوية. لا حبك الله، تفضل سل وأوجز. أول حديث يعني إيه؟ لو كنت آمرا رجل لسجود لأحد، لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد، أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أي لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقي عليها. هذا الحديث قابل للتحسين والتضعيف. والظاهر أن سنده يحسن، لكن إن ضعفه مضاعف له وجه. السؤال الثاني.
حديث لا تؤتي المرأة حرب. يسأل عن السبحة الإلكترونية، لا بأس بها يا نور الهدى، بارك الله فيك، عليك السلام يا الإمبراطور، لكن أعد النظر في تسمية نفسك بالإمبراطور شخصيا، وذاك من التعاظم، تواضع لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لدي سؤال يا سيدنا، كان عندي قناة على اليوتيوب كنت بنشر عليها تلاوات قرآن كريم بصوتي. في السابق كان اليوتيوب ما كانش بينشر إعلانات على القناة دي، بعد كده أو اللي جاري الآن دلوقتي حاليا اللي هو بينشر الإعلانات دي على أي قناة، سواء اللي مفعلة أرباح أو مش مفعلة أرباح، بينشر إعلانات على أي فيديو عليها. حتى على قناتنا هذه، إيه يا سيدنا؟ حتى على هذه قناتنا التي تتصل علينا منها. لا لا أعلم، لا أعلم، ولكن أنا ده يعني اللي أنت تقول الآن، خلاص أنا فهمت سؤالك، تقول حاجة أخيرة، حاجة أخيرة يا سيدنا. اتفضل. أنا لما كنت بنشر التلاوات دي أنا كنت بنشرها بقصد إن هي حاجة لله ونشر للدعوة. بس في الفترة دي، في الفترة الحالية دي أنا محتاج الفلوس، فلو جالي فلوس منها، لو جالي فلوس منها. أنا كنت هوصلك الرسالة باختصار، طب يعني رسالة باختصار، أنت تنشر مقاطع نافعة للمسلمين، قرآن سنة غير ذلك، على قناة اليوتيوب. فرضت عليك قناة اليوتيوب إعلانات فيها سوء، مفروض عليك فرضا، ثم أعطتك أموالا على هذه الإعلانات دون قصد منك إلى أن نشر إعلانات محرمة، خذ الأموال وأكثر من الصدقات. جزاكم الله خير. عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخنا؟ طيب ولله الحمد. كنت بقول لحضرتك بس بعد اذنك، احنا اليومين دول ظهر ابتلاءين في امه الاسلام. ظهر ايه؟ ظهر ابتلاءين. ابتلاءان. ها. الابتلاء الاول يا شيخنا هو رجل ظهر اسمه التجاني، ظهر بضلالات كثيره فتن الناس بيها، لان النبي صلى الله عليه وسلم نور من الذات الالهيه والنبي حي لا يموت، والضلالات الصوفيه اللي حضرتك عارفها دي. واشتهر جدا جدا اليومين دول، وبقى باللغه اللي هي اللي ماشيه ترند عند الناس بيتداولوه. والابتلاء الثاني يا شيخنا هو ظهور قناه اسمها اغاني قرانيه، والقناه دي اشتهرت برضو جدا وبقت تجيب مشاهدات بالالوفات، سواء من كان المسلمين بيخشوا يتفرجوا فيشوفوا ده ايه، او سواء من الكفار اللي بيدعموا حاجات زي كده. وهي القناه بقت بتجيب الصور القرانيه بتترتلها على سبيل الاغاني وموسيقى معاها وفجور يعني يا شيخنا. ايوه، نشكر الله ثم نشكرك على هذا التنويه، ولكن يعني اطلب منك طلبا كمساعده لاخيك المسلم في هذا الصدد، تفضل يا شيخ، ان تذكر لنا الضلالات التي يذكرها هذا الشخص الذي سميته ضلاله تلو ضلاله، حتى نوضح امرها للناس. ارجوك ان تجمعها كمساعده منك، وتسال الشخص ده شكله. لا بس عفوا، انا لا اقول الان، يعني قل بصفه عامه، جمعها ومره مره تنشر او ننشر الرد عليها، هذه واحده. نعم. الاخرى الاغاني القرانيه دعني اسمعها ان شاء الله حتى اتصور مدى ما فيها من خلل. عندك سؤال عن هذا المشروع الذي تقول انه فتن الناس؟ الحمد لله لن يفتن الا الضالين. الحمد لله يا شيخنا، برضه ظهر له رجل من رجال المسلمين اكيد حضرتك عارفه اسمه الدكتور عبد الله رشدي، على العموم هو طفله بالمرصاد يعني ما شاء الله، يعني فيديوهاته وانشاراته على الامر ده على المدعو التجاني ده امر طيب جدا منه، يعني مشكور عليه ومأجور ان شاء الله. ويشكر كل من صنع خيرا وكل من نافح عن دينه. ان لك سؤال تسأله فيما يذكره هذا الشخص؟ نعم يا شيخنا، هو بيتكلم دلوقتي ان النبي صلى الله عليه وسلم هو نور من الذات الالهيه،
انا ناس كتير سالتني عن يعني ايه نور من الزيت، اللي انا بصراحه مش فاهم يعني هو هو في الزيت اللي حديث، لا عفوا اعلم بحد عفوا، شيخنا. هناك حديث موضوع وللأسف كرره مفسر شهير جدا مات، حديث ما أول ما خلق الله؟ قال نور نبيك يا جابر، نور نبيك يا جابر، حديث موضوع، لكن نص حديثي، اذكر نص حديث هذا الرجل حتى نستطيع نرد عليه إن شاء الله. هو زي ما حضرتك قلت لك كده، هو منشور، هو مش منشور دلوقتي، الكتاب اللي هم المخرجين والممثلين والكلام ده هم اللي شهرينه، شهروه جدا يا شيخنا عشان يا خاطر أخي شوف، تحاول تريحهم. اصبر الله يسلمك، اتفضل ابتداء يا شيخ. ابتداء دائما وأبدا اذكر قول الله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فنرجو أن تكون هادئا، والفقرة التي تراها مخالفة للشرع اسأل عنها نبينها إن شاء الله بإذن الله. شكر الله لك. لم أكن أعلم أن قول تبت إلى الله والله يا ربي يعتبر عهد، ولم أنوي العهد. هل هذا يعتبر عهد؟ يا مريم هذا القول يعتبر عهد، إني كنت والله ما كنت أعرف يا ربي هذا عهد، يعتبر عهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سامعني يا شيخ؟ نعم سامعك. الله يكرمك. لو كلب مس بلسانه جزء من الثياب، يعني هل يكفي رش الجزء ده بالميه ولا يجب غسله جيدا بالميه؟ مس كلب جزءا من الثوب يغسل لسانه الجزء، ها؟ باللسان اللعاب يعني. ايوه، مسه بلسانه، لحس الكلب الثوب يغسل المكان الذي لحسه الكلب، ولا يلزم غسله 7 مرات. لا أقصد رش الماء يكفي ولا يجب غسله لا، غسل المكان، يغسل المكان، غسل كامل؟ لا غسل غسل الجزء الذي أصيب، وليس 7 مرات. عمرو، الدكتور عمرو بن عبد الهادي يقول أنه قال سيدنا محمد لا يموت وهو حي لا يموت، الحي الذي لا يموت هو الله. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال الله لرسوله: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال أبو بكر: أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها يا رسول الله. قال أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ودي السلام كافيا، وما كما أمر الله: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا أختي هتعمل فرحها، وأنا قولي الحمد إن لله شاء الله، قولي إن بدأتي شاء الله، قولي إن شاء الله. إن شاء الله. فأنا خايفة لو ما رحتش يحصل خناقة كبيرة يعني مع عيلتي الفرح فيه منكرات؟ يعني كده. لا تذهبي للمنكرات. بس أنا لو رحت هيحصل مشكلة أكبر كتير، لو رحت هيحصل مشكلة أكبر؟ يعني مش أكبر، أنا قصدي إن هيحصل قطيعة وأنا والله أنت تتبع أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتبع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وسيحفظك الله. يا إبراهيم بن عاطف، أحسن من التشويش، اذكر اذكر شيئا فشيئا حتى نأتي على الأخطاء تبين وجوه الصواب فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة لحظة، الله وبركاته. تفضل. تفضل. أتكلم أنا يا مولانا؟ نعم. قول لحضرتك أتكلم أنا؟ تفضل. طيب الله يحفظك. أنا كنت بكلم حضرتك على الموضوع برضه بتاع التجاني دوت، لأن أنا شفت فيديو أنا ما رضيتش أكمله من الكفر اللي أنا شفته فيها مولانا.
ما الله يوفقك لكل خير، لكن يعني نوقن ان الزبد ساد ابو جفان، لكن واحده واحده كده بين الاخطاء نعالجها واحده واحده ان شاء الله. يعني مولانا بيتكلم ان الشيخ المريدين بتوعه لازم يحبوه ويبقى هو المحبوب الاول عندهم كالله عز وجل، زي مولانا اصلا، يعني زي حاجه زي كده يعني. يعني لازم تحب الشيخ اكثر من حبك لله ورسوله يعني، ولا ايه؟ يعني حب الشيخ يبقى في قلبك زي حب الله كده، ما فيش شريك. الشيخ ما يبانش في حبه او طاعته شريك، هو وحده بس. طيب، واحنا عندنا قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. انا بقول لك يا مولانا والله العظيم انا خلاص جمعها وهات ارسلها على ارسلها واحده واحده كده، ارسلها كامله، وان شاء الله نتولى بعون الله بتوفيق الله تفنيد هذه الضلالات. الله يوفقك يا مولانا ويرضى عليك. ارسلها على رقم عبد الرحمن 09 عفوا 010 990 57. مشكورا يا مولانا، الله يجزيك عنا خير ويبارك لنا في عمرك ويرحمك يا رب. الله يكرمك. هي فرقة زائغة يا إخوة التجنية، فرقة زائغة من زمن بعيد، ليست. السلام عليكم. ليست وليدة الساعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم، ازي حضرتك شيخ؟ الحمد لله بخير. هو ما فضل الصلاة على رسول الله في الدنيا والآخرة؟ نعم؟ ما فضل الصلاة على رسول الله في الدنيا والآخرة؟ صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه 10. هناك حديث لكن في إسناده ضعف، الذي في آخره: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، لكنه ضعيف الإسناد. الصلاة على رسول الله امتثال لأمر الله، ومن يمتثل أمر الله يكرم في الدنيا والآخرة. المقام لا يتسع لذكر باقي مناقب الصلاة على رسول الله وفضائلها. ما حكم التوسل والاستغاثة بالرسول أو بغيره؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، والذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. قد قال عمر في صلاة الاستسقاء: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ويأمر العباس أن يقوم داعيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عايزك يعني لو حضرتك ليك تواصل مع الشيخ حازم شمان، بما إنه مؤثر وداعية، يا ريت توصل له إنه في مشكلة حاليا في الزواج عامة، يعني بالنسبة للنساء والرجال وكده، وخاصة الرجال بيستسهلوا. يعني أنا آسفة موضوع الاستمناء وكده. أختي عيب عليكي تتكلمي كده، يعني اتكلمي كلام على في رسالة خاصة واسألي سؤالك. على حضرتك كتير ما عفوا، اتكلمي كلام، معلش يعني، ماشي، كلمي كلام يعني يرضي ربنا كده، وكلام بأدب وحياء، يلزم البنت أن تكون حية، ورسالتك تصغيرها في صياغة طيبة. والله يا شيخ أنا مقصود حاجة، خلاص، أنا يعني معلش 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 يعني. يقول: قال لي شيخي إن أحد من أمن الدولة سأل عن اسمي لأني ما في لحيتي، التزم بالصلاة، هل يجوز أن أخفف؟ يا مسلم، أعلن عن هويتك، أعلن بكل وضوح عن هويتك. إذا كانت الفتاة النصرانية تدق الصليب في يدها ولا تبالي، وأنت رجل أولى بالحق، بين دينك، قولوا اشهدوا بأننا مسلمون، نحن مسلمون، نمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ديننا، لا نتوارى ولا ننخنس، والحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أتأكد من ثلاثة حديث بس. تفضل. وقول بني إسرائيل: إن شاء الله المولدون. فقال الرسول: ها؟ عفوا عفوا عفوا، ماذا قلت؟ قول بني حديث إنه عندما قالوا بني إسرائيل: إن شاء الله المولدون. فقال الرسول:
لولا انهم قالوا ذلك ما اهتدوا ابدا. انتهى الحديث. لا لا يصح. طب حديث لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ها؟ حديث لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. لا في سنده مقال ضعيف. حديث تحت حديث لقاء سيدتنا حليمة السعدية بالرسول في فتح مكة. وقال الرسول اتركوني وأمي ساعة. صحت حديث. عفوا عد. صحت حديث لقاء سيدتنا حليمة السعدية مرتبة الرسول في لقائها بالرسول في فتح مكة. لا يصح ماذا؟ لا لا يصح لا يصح لا يصح. طب حديث امنوا بالتوراة والإنجيل والزبور وليأتيكم القرآن. لا يصح. حديث إذا أم صحة قول إذا أم جميل امرأة أبو لهب للرسول وعدم رؤيتها للرسول وهو جاهل بجوار أبي بكر. لا يصح. صحة حديث لا حدث إلا في اثنتين رجل معه مال ينفقه آناء الليل والنهار. ثابت صحيح صحيح. هل الرسول هم بإحراق الذين بحرق بيوت الذين لا يصلون في الجماعة؟ هم لكن لم يفعل. صحة حديث ضعف الحسنة إلى 2000 حسنة. إيه؟ صحة حديث ضعف الحسنة إلى 2000 حسنة. لا يثبت. صحة حديث من ابتلى بشيء من هذه القاذورات فليستدب بستر الله. له شواهد. صحة حديث كتب على ابن آدم نصيبهم الذين لا محالة. نصيبه صحيح. كنت أسألك سؤال يا شيخ، وهل الإقبال حرام؟ يعني الإسبال يعني إسبال الإزار يعني؟ أيوه مخير كيف الحرام؟ النبي عليه السلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال المسبل، المسبل وهو الذي يجر ثوبه أسفل الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فالجمهور يقولون من جره خيلاء تعاليا، والناس كانوا فقراء وأنت تمشي تجرجر ثوبك هذه كبيرة من الكبائر. ومن اصبر يا أخي اصبر اسكت سنواصل الجواب. أيوة من جره خيلاء فهو مرتكب كبيرة. ناس كانوا فقراء وهذا يمشي غطرس يجر ثيابه تعاليا وكبرا هذه كبيرة. وحمل الجمهور حديث المسبل العام على حديث من جر ثوبه خيلاء، واستدلوا على ذلك بأن أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن إزاري يرتخي إلا أن أتعاهده يا رسول الله. قال يا أبا بكر إنك لست مما يفعله خيلاء، لكن إن أهمل الشخص وما بال أصبحت معصية ولم تصل إلى الكبيرة، معصية لعدم المبالاة. أما إن كان هناك عذر حمله على ذلك فارتفع الإثم أيضا، لأن ابن مسعود كان يسبل ثوبه ويقول إني أحمش يعني نحيف ساقيني. فهمت؟ السلام عليكم. نعم. ها؟ ما دي لعب من ماذا يا حسن فيها؟ يعني الصوت هنا ضعيف. رب اغفر لي رب اغفر لي ها؟ ما أسمع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. نعم. بص يا شيخ معلش بس المسألة، بص هو حضرتك دلوقتي شركة عندها منتج. ها. فأنا هاخد الإعلان بتاع المنتج ده والصور بتاع صور المنتج ده وهعمل المنتج ده إعلان، بس أزود عن فلوس المنتج ده لفلوس أنا، يعني أزود شوية فلوس ليا. ترويج. بس أنا المنتج مش معايا. أيوه لكن لا تبرم البيع إلا إذا تملكته. يعني بعد ما تتملكه تخير المشتري، انا تملكت السلعه تريدها او لا تريدها. هم عملوا لي توكيل، يعني هم يوكلوني يعتبر الحاجه دي حاجتك.
اعتبر، قل لهم سأضيف عليها ثمنا. قايل لهم ان انا هضيف عليها ثمن، لا 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 مش معايا. لا حرج كده، لا حرج عليا ان شاء الله. اما خاصية بردة البصيري فيها ضلالات كثيرة يا عبد الرحمن. خلاص، بارك الله فيك يا شيخ وائل، وصل سلامك إلى حسن، بارك الله فيك. ما هي هذه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك يا شيخ. الله يبارك فيك. لو سمحت، أنا زوجي كان جاي من السفر بقيله يجي شهر كده أو أكتر. المهم أخواتي مشغولين في شغله وكده، فأخويا ما سألش عليه، ما اتصلش عليه ولا سأله كده. فأخويا في بلد وإحنا في بلد، فأخويا جاي دلوقتي عند والدتي. فهو جاي، هو واحد يمين وهيمشي على طول. فأنا هو ما قاليش إن هو زعلان مني، فأنا بقول له نروح عند والدتي في مرضي. فأنا زعلت منه، فهو جاي قال لي هو ما سألش عليا وكده، وأنا ما ينفعش إن أنا أروح. وهو حلف إن أنا ما أقول لا لوالدتي ولا لأخويا. فقال لي والله ما تقول لهم. هينفع ان انا اقول لاختي مثلا ان هي توصل الكلام، ان هو يجي مثلا او يعرفه، لان هو اصلا ممكن من شغله يعني ما احطش دماغه ان زوج يزعل منه، وانا عايزه اوصل بينهم وفي نفس الوقت عايزه ابرح الفن جوزي. فانا مش عارفه. خلاص بريح الفن زوجك والامور الثانيه تصلح ان شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حضرتك كتير. الحمد لله. يا شيخ انا تعبان بتعب والدكاتره مش عارفه ايه السبب. بقالي حوالي 5 شهور. وربنا عارف، وربنا الشافي سبحانه وتعالى، ربنا إيه؟ يعلم. اعمل ايه؟ قل يا رب اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. قل يا رب. مفيش دكتور عارف السبب. هو طبيبها الله سبحانه وتعالى. سيدنا ايوب يا اخي كم سنه مكث مريض؟ 18 عاما، والأطباء كلهم عجزوا، ولكن ربي لا يعجز. استعن بالله. تمام. طلع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. اتفضل. شيخ عندي سؤال، الله يجزاك الخير. سأل الله فضل. الأثر الوارد عن الصحابي، أتوقع عمر رضي الله عنه بخصوص سورة العصر، لو لم تنزل غيرها لكفت. لا يصح عن عمر، لا يصح. طيب هذا كلام المنقول عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه. طيب يا شيخ معلش سؤال، لو كان منقول عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه، في صور ثانية فيها تشريع وأمر ونهي، كيف لكفت؟ يعني ما المعنى لكفت؟ هي يقول إن هذه الصورة يعني عظيمة الشأن، عظيمة الشأن جدا، ليس معناه أنها تكفى عن كل الشريعة. ليس فيها مثلا صورة تفصيل صلاة الخوف، ليس فيها، يعني يدل كلامه على عظيم شأن هذه الصورة في باب من الأبواب. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات تشمل كل أبواب العمل الصالح. آمنوا تشمل كل أبواب المعتقد، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. لا ممكن أيضا يا النجاة في القرآن نعممها. والعصر إن الإنسان لفي خسر. من المستثنى؟ الذين آمنوا، يشمل كل ما أمرنا بالإيمان به، وعملوا الصالحات يشمل كل ما أمرنا بالعمل بعمله، وتواصل بالحق، وأوصى بعضهم بعضا بالحق، وتواصل بالصبر. هل تخفيف اللحية فيه مجاهرة بالمعصية؟ ليس مجاهرة بالمعصية يا مسلم، لكن كلما استأصلتها أو كلما حلقتها أكثر، كلما اقتربت من الإثم. هل هناك دليل شرعي على مكث مدة أيوب في المرض 18 عاما؟ نعم، ورد بذلك حديث إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 عاما، وسنده يحسن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السؤال الأول يا شيخ،
هناك شيخ رافضي يا شيخ يشكك المسلمين يعني في دينهم، ويذكر رواية سالم سبلان عن عائشة، فممكن توضيح الرواية؟ لما تذكر الرواية نجاوبك عليها. أنا كيف تعلموا فيها الوضوء وغيره؟ اذكر الرواية واسأل عما يشكل عليك. نعم اذكر الرواية وما يشكل عليك في أمرها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش خلاص. بعد إذنك يا فضيلة الشيخ، ها أنا شغالة في مسجد تبع إدارة معينة، طيب، وباخد أجر لتحفيظ القرآن. عرفت إن الأخت العاملة اللي هي مسؤولة عن نظافة المسجد بتفتح المسجد الفجر لأخت تبعها بتحفظ قرآن من الفجر للساعة 8 الصبح بدون أجر، بس الإدارة ما تعرفش بالأمر ده. هل أقدرهم ولا أنا كده همنع الخير اللي هي بتعمله الأخت التانية؟ هي التانية تعمل بالأجر ولا لله؟ تطوع لله. آه تطوع لله؟ نعم تعمل متطوعة أو بأجر؟ بدون أجر، بس بدون علم الإدارة، لأن الإدارة بتدفع كهرباء وبتديني الأجري وبتدفع يعني الأجر للأخت العاملة كمان. يا أخت صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخت المنافسة لك تعمل لوجه الله، لا تأخذ أجرا. نعم. وأنت تأخذين أجرا. نعم. فأنت تريدين الإخبار عن التي لا تأخذ أجرا من أجل منعها، وستعود عليك الفوائد من وجهة نظرك. لا يا فضيلة ما هو الشيخ، كده أنا أقصد إن دي أمانة. أمانة؟ أنت إيه اللي جاب الأمانة؟ واحدة بتعمل لوجه الله وأنت واحدة بتاخد أجر، من أحسن أنت ولا هي؟ هي أكيد. طيب خلاص، ليه تبلغي فيها بقى وتمنع الخير عن الناس؟ ناس فقراء مش عايزين في مش قادرين يجوا يدفعوا عندك. خلاص صلى على النبي كده و... لا يعني خليكي. الإدارة ما تعرفش يا فضيلة. مالك ومال الإدارة؟ الإدارة أرسلتي جاسوسة مباحث؟ ما تسيبي المساجد الله، بيوت الله تعمر. اتركي بيوت الله تعمر. الناس انا عارفه الامر ده من زمان، بس ما رضيتش، بس خفت يعني. الناس كلهم يعني احنا نريد المساجد تفتح ليل نهار. نعم الله نعم. لا يجزي خير من يامر بغلق المساجد ويطرد الناس منها. نعم بيوت الله تعمر، بيوت الله يتلى فيها كتابه. الله يرضى عنك يا رب. هذا تعلم الناس قران لوجه الله وانت تريد تبلغ فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم ما الفتوى؟ بقول لحضرتك انا جوزي حلف عليا كذا مرة بالطلاق. ها؟ حلف عليا كذا مرة بالطلاق. حلف عليك الزوج كذا مرة بالطلاق. ايه؟ حلف عليك بالطلاق. اه. ها؟ حلف عليا مرة ان انا ما يعني ما خرجش من البيت، وانا كان غصب عني خرجت. كفر كفارة يمين. ومرة حلف عليا يعني 3 مرات، ومرة قال انت طالق صريحة. على الأقل انت طالق صريحة محسوبة. أيوه. بارك الله فيك. يعني 3 مرات التانيين ما يتحسبوش؟ هذه معلقات أو إيمان. الكفر كفارة يمين. حديث ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء مختلف في ثبوته، والامام البخاري رحمه الله يجدح الى تضعيفه. السبب ان في سنده رجل يقال له عبد الرحمن بن يزيد، هل هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقه كما هو منصوص عليه في بعض الطرق، او عبد الرحمن بن يزيد بن تميم المجهول؟ البخاري وابو حاتم الرازي وغيرهما يجنحان إلى أنه المجهول، فمن ثم يجنحان إلى تضعيف الخبر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ. تفضل. أنا كنت حصل لي إصابة في العمل، ووكلت محامي واتفقت معاه إن هو ياخد ربع التعويض. بعد كده جالي تعويض وجالي معاش بأثر رجعي الفترة اللي أنا عمال القضية خلصت، جالي بقى إن هو معاش بأثر رجعي. هو بيقول لي لا أنا هاخد ربع كله مش التعويض. هو سعى للإتيان بالمعاش لك أو لم يسعى؟ سعى إذا ناخد سعيه. بس هو متفق معاه إن هو يجيب لي معاش وتعويض وياخد ربع التعويض بس.
إذا اتفق معك، إذا صدقت في دعواك، فالمؤمن عند شروطهم. كتاب التسهيل في مكتبة مكة للنشر والتوزيع في طنطا يا منصور أبا اليزيد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. كنت عايز اسال عن صحة حديث يسأل عن قول زارتنا البركة، زارتنا البركة، على سبيل التفاؤل لا بأس. ما معنى البركة؟ البركة ثبوت الخير في الشيء أو النمو والازدياد. شخص مبارك يعني واصل نفعه للناس، قد يكون نفع دنيويا وقد يكون نفع أخرويا. نفع دنيوي، رجل مبارك جاء أغدق على البيت بالخيرات، كلما يأتي يأتيك بهدايا يأتيك بخيرات، فبركة دنيوية. رجل عالم، كلما أتى البيت علمكم دينكم، أصلح ذات بينكم، فالبركة انعكست على الأخرويات. فإذا كنت تقول زارتنا البركة ليست قطعا، إنما تقول تفاؤلا، زارنا هذا الرجل المبارك الذي دائما يأتي بالخير الدنيوي أو الأخروي، كيف الخير الأخروي؟ إرشادك، تعليمك، هذا التحرير. أما القطع بعدم الجواز لا نستطيع أن نقوله بارك الله فيك، لكن افترض زارتنا الأشخاص منهم أشخاص مباركون. عيسى قال عن نفسي وجعلني مباركا أينما كنت عليه الصلاة والسلام. الزيتونة شجرة مباركة، شجرة مباركة زيتونة. كل واحد أتانا بثمرة مباركة، جاءنا شخص مبارك، مبارك نفاع، نفاع للناس إما في دينهم وإما في دنياهم. هل تختار تحسين حديث من كذا لو الإمام فقرات الإمام له قراءة؟ كل طرقه ضعيفة لكن عليه عمل الجمهور. السلام عليكم. السلام عليكم. أظن البوتم فيه ما نطقش. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. والله إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل يجوز يا شيخنا يعني الواحد يعمل عمرة عن شخص حي؟ يجوز. يجوز. طيب يا شيخنا، هو إن شاء الله سيعتمد على نفسه أولا ثم سيأتي بعمرة لهذا الشخص. من التنعيم. هل يحلق أفضل أم يقصر؟ بغض النظر عن جواز العمرة، من التنعيم من عدمه يكون الأولى التقصير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. سمعتك، انا عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. اول سؤال، قول ربي اغفر لي ربي اغفر لي بين السجدتين، لو ما قلتوش هل تبطل الصلاه ام لا؟ لا لا تبطل. تمام. السؤال الثاني، في سجده تلاوه في سوره صاد، هل هي سجده تلاوه ام سجده شكر؟ ورد في الاثر سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. ماشي. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت عايز اسأل بس عن الالتفات في التسليم. الالتفات في التسليم؟ التسليم بعد انتهاء الصلاة. المبالغة في التسليم ناحية اليسار، هل دي سنة ولا؟ ان انا اسلم اكتر ناحيه اليسار، يعني اسلم اليمين. السلام يعني عليكم. يعني تبالغ، الامر واسع، لا ما في مبالغه ولا غير مبالغه. يعني هي مش من السنه ولا ثابت؟ السلام عليكم ورحمه الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمه الله عن شماله، وكان يسلم حتى يرى بياض خده احيانا. ايوه هي دي بقى، دي بقى ناحيه اليسار اكتر ولا اليمين؟ ما في تفصيل في معلومه. طب لو وانا بركع دلوقتي ودعيت سهوا، هل اسجد للسهو ولا لا؟ دعيت سهوا في الركوع؟ يعني في الركوع كده قلت دعيت دعاء كده من غير ما اخد بالي. طب واذا دعوت في الركوع ايه المشكله يعني؟ عادي يعني الدعاء في الركوع. لا عادي، لكن الافضل ان نكثر من الدعاء في السجود، لكن الرسول ايضا دعا في الركوع. ثبت ان الرسول كان يقول في ركوعه وسجوده
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فاغفر لي في الركوع جائزة، لكن في الغالب يستحب أن يكون الركوع لتعظيم الرب والسجود للإكثار من الدعاء بعد تعظيم الرب سبحان ربي الأعلى، لكن لو فعلت ما عليك أي مشكلة. جزاك الله خير وبارك الله فيك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. تفضل. هو حكم أخذ بضاع بالقسط ثم بيعها. أنت ستتملكها تمام التملك؟ وبعد؟ لا أملكها، هو واحد اللي يملكها والواحد ده يدالي على أساس اللي هي البضاعة دي تكون عبارة عن كتب دينية، بس اللي هي الفوق الكتب دي كتيرة. أنا مش فاهم، أنت ستشتريها أو توكل في بيعها؟ فهمني السؤال، ما حكم طلب العلم للنساء؟ شيء مستحب يا يوسف، شيء مستحب، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له سنده ضعيف. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. تفضل. هو انا امبارح كنت بذاكر، بعد كده المصريون يقولون امبارح، البارحة، يقلبون اللام ميما، امبارح البارحة. امبارح امبارح يا شيخ، انا امبارح وبعد كنت بذاكر، فالقلم شخبط على ايدي، فانا اتوضيت بعد كده صليت الفجر، فقال انا وضوئي باطل او صحيح. عفوا، اتوضيت والقلم شخبط على ايدك؟ دي قبلها، القلم شخبط على ايدي قبلها، اتوضيت قبل الوضوء. لا لا ما اتمسحش. لا ما في مشكلة. تمام. ما في مشكلة. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك، شفنا بكلمك في أمور بشخص التجاني والسرقة ده، بس معلش بس عشان والله الموضوع عندنا خطر جدا جدا والأمر مهم، وكلمة حضرتك هتفرق. اسمح لي بس في ثواني أذكر لك الإقرارات اللي هو قالها وتعليق حضرتك عليها. المستعان ربي، اتفضل. حتى شفنا هو قال، بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه محمد واحمد، محمد ومحمود، والبدعه الثانيه اللي هو قالها قال صبرا 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 الذاتي صبرا 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 يا حبيبي، صبرا، واحده واحده كده. اتفضل يا شيخ. واحده واحده. هو بيقول ان الله اسمه محمد كده يقول، هل هذا مستند في الكتاب والسنة؟ لن تجد له مستند، خلاص ارمي القول، ارمي هذا القول. تينا شيء آخر. كل مخالف ما. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد مصطفى. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله في نعم من الله. والله يا شيخ اعذرني، ولكني أجد حدة منك في الرد على الأخت التي تسأل عن التحفيظ، فهل تبلغ أو لا؟ يعني حضرتك اتهمتها أنها تريد أن تبلغ لكي تستفيد. ما يعني ما لا لا ما اتهمتها أنا قطعا، أنا أقول لها بس فقط أن التصرف هذا تصرف من كأنه هكذا، أما أنا ما أعرفها ولا اتهمتها بشيء. أنت الآن في، يا رب يغفر لنا ولا هي قبلت كلام، الحمد لله بطيبة نفس. يعني عندنا مثلا أصحاب المال صبر والمعزين كفر، الحمد لله. الحمد لله. والله يا أخي توضيح فقط. والله يا أخي، والله يا أخي الأخوات هؤلاء المتصلات والإخوة، والله نعتبرهم مثل إخواننا وأبنائنا، ولا نطعن في أحد، بس كل ما هنالك الله يبارك فيك، أحبك الله الذي أحبتنا فيه. كل ما هنالك أحيانا تتخاطب مع
الأخ أو الأخت بطريقة من الزجري فقط، يعني حتى لا بس اجتهادا يعني. بس شكرا، جزاك الله خير وياكم شيخ، جزاك الله وياكم خير وياك الجزاء يا رب. وياك وياك تهمناها يعني، الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. سمعت منك طلب في بيت للعم. نعم. بنتي منك طلب في بيت للعم. عفوا، ماذا تقول؟ عايز منك طلب في بيت للعم، بيت المسلمين. والله ما أنا فاهم، مش فاهم السؤال. مش عايز أفهم يا شيخ، طلب في فايدة للمسلمين كلهم. طلب في فايدة للمسلمين؟ أيوه. سل، ما الطلب؟ عايزك تعمل كتاب يا شيخ فيه أحاديث خارج البخاري ومسلم ما عندهمش اختلاف، يعني بأحاديث كلهم صحيحة. بإذن الله نسعى في ذلك إن شاء الله. يا شيخ، وهل حديث الألباني يؤخذ بها؟ لأن الشيخ ابن عثيمين قال أنه صح حديث ضعيف، هل صح ذلك القول؟ هو الشيخ الألباني رحمة الله عليه عالم من علماء الحديث، لكن كل ما هنالك كل عالم يؤخذ من قوله ورد. معلش يا شيخ، سؤال أخير بس. ساعات بحس إن مناسب يعني، وساعات بحس إن يعني أنا أدخل النار وكده. تعوذ بالله مش تراجيم. هل ده مش شيطان ولا انا كده فعلا؟ لا ان شاء الله ما انتش كده، انت راجل طيب وبتسال عن دينك، ان شاء الله لا تكون كده. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل الله يكرمك. سلم السرفة صوتي، ماشي تفضل. لو سمحت، كان ليا جد توفاه الله. جد او جد؟ جد دوت لي اخ. جد او جد؟ جد. تفضل. وبعد؟ توفاه الله. يعني ليه اخ وكده، بس اخوه دوت يعني كان متسبب ليه في زعل قبل ما يتوفى يعني. اخو جدك؟ فهو يعني كان ده بالظبط كده. ايوه. كان يعني تسبب لي في زعل شديد، يعني كان هو اللي ده في كل حاجه. المهم اخو جد يعني. طيب السؤال، طيب اخو جدك تسبب في زعل لجدك فمات جدك الله يرحمه. تمام. فهل مثلا يعني عدم السؤال عن اخو جدي دوت هل ده من القطيعه؟ فمن عفا واصلح فاجره على الله. النبي عليه الصلاه والسلام. طيب اذا 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 كان الامر شديد يعني شديد على واحد ان هو مش قادر، او بمعنى صح يعتبر الود شايفه انا بالنسبه لي خيانه مثلا، بما يمكن منظوره قصير ماشي، بس هو ده تصور يعني الموضوع، فهل ده على ذنب فيه؟ والله يا اخي شوف، الاجر على قدر المشقه، كلما كان الامر شديدا عليك وقابلته بالعفو لوجه الله مع قدرتك على الانتصار كلما عظم أجرك. جاء رجل إلى الرسول عليه السلام وقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، عفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. نعم. يا شيخنا، ايه حكم الاستماع للموسيقى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خرج البخاري معلقا وله الشواهد: ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فمن قوله يستحلون ما يدل على التحريم. ماشي. أقول انتهت دوراتي الشهرية منذ أسبوع تقريبا، والآن وجدت شيئا بلون بني مائل إلى الأصفر مع كتل بني غامقة مصحوبة بآلام الدورة. الحمد لله دوراتي منتظمة هذه المرة، اللي يحصل لي هذا أصلي أم لا؟ انتهت الدورة الشهرية منذ أسبوع، والآن وجدت شيئا ليس بدم واضح، فاغسلي نفسك وصلي، ولا يعد هذا دما.
بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخنا؟ طيب الحمد لله. الحمد لله. أستاذنك استفسار. اتفضل. قم بجمع بعض الأموال من الصالحين. أيوه. والزملاء والأقارب وكده، لمساعدة بعض الأسر المحتاجة من الأقارب وغير الأقارب. طيب. لكن تحت مسميات بعينها. يعني نفقة مريض، نفقة مدارس، سد دين وهكذا. أيوه. وأنا موظف صاحب دخل ثابت بس من محدود الدخل. وأحيانا وقت جمع تلك الأموال أكون بحاجة لبعض المال. فهل لي أن أستعين ببعض من تلك الأموال لسد حاجتي؟ وأنت ستكون كده متسول، توهم الناس أنك يعني أنك ساعي في الخير وأنت ساعي في مصلحة نفسك. أخشى أن هو فعلا الإحساس ده اللي بيمنعني أن أنا أعمل كده. آه طبعا. الأولى لا تعمل كده. الأفضل التعفف. الله يسلمك. جزاك الله كل خير. هل أحاديث المهدي المنتظر صحيحة؟ جلها ضعيف، جلها ضعيف، ولم يخرج البخاري ولا مسلم أي حديث منها إلا حديث بعض العلماء يقولون لعله هو المهدي. حديث رسول الله كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، فبعضهم يحمله على المهدي والله أعلم. أما الذي يثبت من حديث المهدي لا تنقضي الأيام والليالي حتى يخرج رجل اسمه يواطئ اسمي اسم أبي يواطئ اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأ ظلما وجورا قابل للتحسين. أما حديث إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان أن فيها خليفة الله المهدي حديث معلول. نعم. بهذا القدر أجتزئ حمدا الله شاكرا لأنعمه صليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا بك خصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم فك الأسار المسلمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.
اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا وأسلم سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وأنزلنا منازل مباركة يا رب العالمين. اللهم أنزلنا كريم المنازل يا خير المنزلين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.